الملامح التي تنتظر في هذه الحرب الباردة؟ قالوا لابد من البحث عن هؤلاء الاستراتيجيين في عدائهم لمن يسمون بالسلفيين. من هم؟ قالوا أصحاب الطرق، غلاة الطرق، يجب أن يستثمروا، يجب أن تسنموا أزمة القيادة الدينية في الشرق الأوسط بأسره. نعم، يجب أن يكون وزراء الأوقاف على هذه الشاكلة، وأن يكون مفتو الديار في هذه البلاد الشرق أوسطية على هذه الجهة. سوف يعاوننا، سوف يمارئوننا، سوف يكونون بالنسبة لنا ردئا، يصدقوننا ويأخذون بأيدينا. حتى قال قائلهم: ليس بيننا وبين غيرنا من أهل الأديان فرق، يجوز أن نتعبد باليهودية أو بالنصرانية أو بالإسلام إن شئنا، ما دمنا متبعين لتعاليم كل شريعة. هكذا هكذا صار التفرع بابن عربي وبجلال الدين الرومي وبما عند هؤلاء من الاتحاد والحلول الذي يجعل النصرانية والإسلام واليهودية سواء بسواء. نعم، سعوا هذا السعي وقالوا لابد من إنعاش الفرق الكلامية في مواجهة هذه التي يسمونها بالسلفية، فإن لها عداء قديما أصيلا قويا، وهذا الذي يمكن أن نجتث به أصل هذه الشجرة.